هادشي فات الحدود يا ربي يا معبود 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 هادشي فات الحدود جماعة ها هي والرايا بنا هي الجماعة ها هي والرايا بنا هي جماعة ها هي ميزانية فينا هي جماعة ها هي ميزانية فينا هي ناضل يا مناضل ناضل 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 من أجل النظافة ناضل من أجل البيئة ناضل ناضل يا مناضل ناضل من أجل التنمية ناضل ناضل يا مناضل ناضل ناضل يا مناضل ناضل من أجل الكرامة ناضل ناضل يا مناضل ناضل ناضل يا مناضل ناضل من أجل التنمية ناضل ناضل يا مناضل ناضل من أجل الكرامة ناضل ناضل يا مناضل ناضل ناضل يا مناضل ناضل بارك الله عليكم. بصح نية الجماعة ها هي والرئيس فينا هو والخدمات فينا هي والنظافة فينا هي والإنارة فينا هي. مشاهدينا الكرام من أمام جماعة الهراويين هذا المبنى أول ما كيتم جاي شي واحد اللي هو غريب على المنطقة ما غيصحابش راسو بعدا مدينة الدار البيضاء غيتهيئ لك كأنك في إحدى القرى أو الضواحي ديال إحدى المدن وهذا ضريح أو ولي غير هو ماشي ديال ولي الله صالح راه القبه كاينه راه الحيوط مسوسين راه الحجر قدام الباب راه القوادس يعني حتى البنايه كبنايه ديال جماعه الهراويين كارثيه 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 بكل ما تحمله الكلمه من معنى. يعني قال له باك راه طاح في السوق قال له راه من الخيمه جمايل راه ليماج ليماج دابا ملي كتبغي تدخلي لشي دار وكتلقاي قدام الباب كاين المحبقات وكاين ديك الزريبيه اللي حاطين كيكتبوا لك فيها مرحبا كتلقاي لقاي الباب نقي كتدخلي كتشمي رائحه كتعرفي ان الداخل غيكون احسن من برا ماشي ديك ديال المنقي من برا اش اخبارك من الداخل وهذه لا برا لا الداخل للاسف الشديد. اذا مشاهدينا الكرام هل تعلم عزيزي المواطن في بان منطقه الهراويين اللي تعتبر من اكثر النقاط السوداء ومن افقر المناطق ان صاحب او رئيس هذه الجماعه عنده سياره فارهه تقريبا اربع سيارات سلام اجي حدايا شدي حبيبي ديالي شحال عندهم طوموبيل؟ الله اختي لا انا بعدا والله اللي مارك ما تنعرفش الاسماء ديالهم صراحه هي قالوا لي عنده بنتلي عنده البنتلي انا والله قلت لك انا تيقولوا لي الاخوان انا والله ما عرف الاسماء شنو الماركات الاخرين اللي عنده؟ ماركات برابيس سمعتي؟ ايوا هذا عنده المازيراتي وعنده الرونج وعنده المرسيدس وعنده البنتلي هذاك غازوا اللي تتكلمي عليها تيتكلم عليه الاخ هذا راه كله تيدير ستاسيون تيديروا المازوت ستاسيون من اين له ماشي هذا كله هذا كله هذا الله اكبر وبعد غير مجموع ديال الثمن ديال الطوموبيله والمواطن البسيط مسكين اللي بغى يشري غير واحد السياره اللي هي اقتصاديه كيمشي للكريدي كيتقج كيولي خلص 3000 ولا 400000 درهم للشهر كيولي نادم كيقول مهمتي شنو درت اش داني ندخل في كريدي واربعه السيارات البنتلي والمازيراتي والرانج روفر والمرسيدس اخر ما كاين في مرسيدس اختي فاطمه الزهراء انا غنبدا من الاخر الكلام اللي قلتي باك طاح قال لي من الخيمه خرج معي هذه مساله فروغ منا وما غاديش نضربوا الشمس بالغربال لهذا انا راني عضو بالجماعه الماندا الثانيه هذه الجماعه اش درتي في الماندا الاولى؟ الماندا الاولى راه جرينا على خوه مشى بحالو حتى هو كان في هذه الصيغه ومن بعد كنت نائب ديالو جرينا عليه قال لي بدلتي حتى دار لي حتى دار لي دار الله يديعك وانتم راكم على عين بذلك لهذا انا تنقول لك دخلك مع خوه زعما قلتي خوه راه بحال بحال انا ما دخلتش مع خوه انا راني في المعارضه راني في المعارضه انا المهم دابا غادي نعطيك واحد الفكره خلاصه حول هذه المواضيع كامل تتراجع حيت انا عشت في البلاد وعرفت البلاد وود البلاد يعني باين فوق 40 سنه وحنا هنا هاد الجامعه كان نادي نسوي تحالت عليه كنا في جامعه قرويه الى اخره جينا الجامعه داروا لنا هاد البقعه هذه حضاريه زعما اليوم والحمد لله راه باش نقول لك واحد الكلام اننا كنا تنمشيو نعوموا في لاله مريم ونعوموا في حي السلامه واحد الوقت
حنا قلنا الحمد لله واحد شافت واحد الاشعاع هاد البلاد هادي واحد الرؤيه وجاو هاد الناس مساكن اللي صيفطوهم لينا واخا هادوك تهم ليهم الله راني تنمثل حتى الجماعه في عضو مؤسسه التعاون بين الجماعات تنتكلم عن النقل يوميا والرئيس راه شريك معايا تما راه معايا الرئيس تيمشي اوتوماتيك مولا ديك عمرو ما حضر اختي فاطمه شي دو فوا في ثلاث سنين شي دو فوا ولا تروا فوا بريسيزو عليه بزاف وركوا عليه باش يحضر معايا تما في المؤسسه التعاون باش تعرفي ان كيما نعاود نقول لك قال لي طاح قال لي راه من الخيمه خرج معي لان هو ما عندوش ديره ما عندوش غراض ما عندوش اهميه بالبلاد واخا تيقول لك انا من الاعيان واخا حنا ولاد القبيله وكذا كذا الى اخره من 2011 ملي جا العمران عطاونا ديك البقعه الارضيه ديال الجامعه الجديده باش نحطك في الصوره مزيان هذيك الجامعه فيها مشاكل لحد الساعه التبنات هذه تقريبا الاخ كريم فوق سنتين ولا ثلاث سنين ولا اربع سنوات وهي موجوده ملي جاو لقاو فيها مشاكل حتى الى درجه انه كان بغى يقول بالمجلس باش يمشي يدير دوره استثنائيه ولا عاديه وقيت نتذكر باش دار لينا باش نديروها في المقر الجديد باش يدخلها راك عارفه تي افيك فور ليه هذا صح هي غير مرخصه هذا الباب من الجهه وعاود رحنا معاه في الشكايه احنا في شكايه في هذا الموضوع ديال الدوره الاستثنائيه اييه ان ربحناه ربحناه لا هادو بالنسبه للدورات الاستثنائيه الاولين هاد الاخره اللي كنا حنا والسي النائب الاول اللي وضعنا شكايه حول هذا الموضوع هذا وهذا الموضوع الاخوه بكم الاخوه بينا به الله يرضي عليك بالنسبه للمشاكل اللي عانيناها مع هذا السيد والمشكل الكبير الاخت راه هي ديك الاناره النظافه الماء الصالح للشرب اليوم هذا اللي تتشوي تتقولي تيرا من الان يعني ذوك الاشياء البازيك الاساسيه اللي خاصها تكون بدون ما نقولوا راه عيب وعار اليوم في 2024 وتنهضروا على الضوء على الماء وعلى الاناره وعلى الطريق انا جايك اختي فاطمه اللي غتسمعي عمرك ما سمعتي راه عندنا دوار باقي تيضوي بالشمع راه عندنا الشمع وكيف يعقل بينه وبين الدار البيضاء بضع ثواني غنقزو على لوطوروت وندخلو للدار البيضاء. اين الدوار هذا اللي كيدور؟ ها هو دوار سيدي احمد بن الحسن ها هو حدانا سيدي احمد. كيدور بالشمع. اي بالشمع الى ها هو المستشار تيضوي بالشمع. اجي اسي اجي سيدي اجي. راه معنا راه مستشار تيسكن بديك المنطقه بالضبط. سي سليكا. سلام سي سليكا. عليكم السلام. كي داير اسيدي؟ كنشكرك بزاف على هذا. مرحبا سي سليكا باينة فيك واحد الانسان طيب ومعقول. الله يكرمك. دابا انتيا اختاروك السكينة باش تمثلهم. باش نمثلهم. ومثلتيهم. واش غادي نقول لك درنا اللي قدرنا عليه الله ان بدينا في. وصلتي صوتهم. وصلنا الصوت ديالهم. ولكن ما نفذ حتى واحد. لا كان نقولوا باش ما نقولوا الناس الاولين اللي كانوا معنا قبل من هذا السيد الرئيس داروا معنا خدمة مزيانة الله يجزيهم بخير ان دخلنا الربط الفردي ديال الماء. حيت كانت من الاتفاقيات وكان الشطر الثاني اللي هو حي الوحده حنا سميناه الشطر الثاني دوار سيدي احمد بن الحسن درنا الدراسه كان معنا الاخ درنا كل شيء الاخوان في المجلس الاقليمي السيد حسن والسي كريمو هضروا عليها باش كاينه عندهم شي فلوس وطلبنا من الرئيس هذا السي ادريس باش يعطينا ديك الاتفاقيه الكونفونسيون اللي ما بين الانماء باش يتحرك المشروع ويدخل لحد الساعه ما عطاها لا الاخ لا ليا لا لهذا هذه ثانيا ان فيما يخص الضوء الاناره انا جيت مرارا وتكرارا وقلتها لي واتفق معايا ان جيت لي في الفائض اللي فات قلت ليه دير للناس واحد المونطو انا الاخوان راه كلهم غادي يصوتوا باش يدوز الرب مع العلم ان هذوك الناس راه كنا درنا لهم الدراسه في عهد الرئيس السابق اللي هو خوه درنا لهم الدراسه شداها هو حولها لواحد الطريق هنا دار لها الاناره العموميه ولا اسميتها الطريقه هذه بيست دارت والمشكل الكبير ان هذوك لي بوطو اللي دار كيديروا دابا الواد الحرف هذيك الطريق وكيحيدوا دوك لي بوطو اذا عليها انه كل ما دار هذيك الدراسه حول هذيك الدراسه اللي دارت فلوسها لهذا الشيء يكون هذوك الناس استافدوا الان هذوك الناس اللي حد الساعه دابا هادو عاد جاتهم الخدمه سال دابا شحال وذاك لقى الواد الحار واقف حتى جينا حنا باش يزعجونا ازعاج اختي حد الساعه هاد الناس ما عندهمش الماء ما عندهمش الضوء ولا الماء وهنايا هاد الضوء هادي اللي داروا في هاد الطريق راه الاغلبيه في دوك البولات غادي يضيعوا قلتها لي في الدوره مرار وتكرار والو اللي فراسو هو اللي كيدير فراسو هو اللي فراسو هو اللي كيدير وجيتو في الفائض باش نعاود نكررها وقلت ليه دير لهم واحد المبلغ الاخوان راه اوني داكور ملي بغيت دوز ديك الطريق
كنتخلي الفلوس ديال هذوك الناس وندير فلوس اخرين. شو ما عليك؟ علاش ليها؟ شو ما انا علاش دارت لهاد الناس هادو؟ فاطمة الزهراء علاش دارها؟ لحاجة نفسي في عقوب، لحاجة في عقوب. انا لان الناس كاينين هناك المقاولين وكاينين الناس اللي انا ما عارف علاش لحد الساعة هاد الناس راه باقي تيطلبوا الله. يعني بلا ما نقولوا لحاجة في نفسي يعقوب والقضية فإن راه نفسي يعقوب كانت فيها حاجة زوينة. صح قول القضية فيها إن هذه من ضمن المشاكل، هذه من ضمن المشاكل اللي هي كتخبط اللي كتخبط فيها المنطقة. والهراويين راه كانت كلها باقا الآن كتشرب من البيار محشومة. أنا صحراوي وكنسكن ما بيني وبين الحدود ديال المغرب ما بين 50 60 كيلومتر. الآن الناس عندهم الربط الفردي ديال الماء والإنارة فهذه وكنشكر حميد الغزلان وتحية للناس ديال محمد الغزلان. عاش الملك عاش الملك والله ينصرو والسياسه ديالو راه عطات الحمد لله في الصحراء ديالنا المغربيه اللي الحمد لله اصبحت جنه فوق الارض. اما بالك الهراوي اللي ها هي بوابه الكركارات مشينا ولقينا الماء وفي الصحراء. السيد الرئيس وندرات المياه والشح ديال المياه هادشي على الهراويين ما عندهمش الماء تيشربوها من البيان. لا والله العظيم انا تنشربوا ما كتضيعوش الماء. شكون اللي كيضيع الماء؟ سنتي حنا تنشربوا كيضيعوها في الفيلا. سنتي حنا تنشربوا الماء ديال البير راه تجينا السيتيرنات. انا راني تنقول لك عضو جماعي بجماعه ديال الهراويين راني النهار كامل تنضار معاهم وما تجي الا لما شقت النفس. هذيك لا سيتيرن ديال الماء باش تجيب لنا المناطق هنا الناس يشربوا الماء باش يشربوا الناس الماء. لهذا الاخت فاطمه هذا السيد هذا راه الوقت اللي كنا خايدين الاعتصام راه دار بزاف ديال المشاكل راه صيفطينا البلطاجيه راه حنا راه وصلنا معاه لواحد العهد اننا وداك الشيء كان عندنا قانوني. جات عندنا المفتيشيه العامه تقريبا جلست عندنا واحد الشهر تقريبا ياك الاخ شهر ونص دات التقرير ديالها المسائل كادو شغلهم. الوقت اللي مشينا ريحنا مع الناس ديال العماله وجزاهم الله خيرا من هذا الباب قال لك اسيدي راه غادي يمشي يقرا عليكم التقرير ديال المفتيشيه العامه. أي. فاذا بنا نتفاجئ في احدى الدورات تيقول لك راه عندنا اخو ملخص ديال سي محمد قرا لينا قرا لينا التقرير اش تيقول الماده في القانون التنظيمي ديال جماعه المحلي تيقول خاصو يقرا ما بغاش يقراه لينا متانع انه يقرا وسقف لينا ورفع الجلسه وسقف لينا في الدور سي كيف يعني انا لا دارنا موت احمر راه حاضر الاخوان حاضر ديالكم حاضر معنا الله يجازيك بخير. والمشكل اللي كاين اختي انا راه ما تنطلبوش شي حاجه كثيره راه علاش شتي الناس راه ما كاينينش كون باع طوبلات وكون كاع الدراويين كون حيد الكريدي عليه كون باع كري كون حيد الكريدي كون كاع الطرقان كاع ما يتسنى كاع علاش المواطنين ما كاينينش يعني نظرا للامور باش تمشي في سلاسه وسلميه احنا ماشي احنا تنمثلوا الساكنه راه كل واحد راه واحد العدد كبير ديال الناس اكيد كل عضو راه وراه احنا الناس احنا لا داعي للجماهير الجمهور الى اخره وانت راكم تتعرفوا هذا الشيء هذا تحت السياده الكريمه ديال سيدنا الله ينصرو لما ما باغينش البلطاجيه ما باغينش مشاكل احنا هذا العدد القليل حيت بصح الناس غتوصل فيهم العظم وكيولي واحد الاحتقان وغيولي بالنيابه عليهم الناس راه حنا بالنيابه عليهم تنوبوا عليهم هذا العدد الكبير اللي ما جاش ديال الناس راه حنا تنوبوا عليهم قلنا لهم جلسوا بحالكم احنا تنوبوا عليكم احنا انا احنا ما باغينش بلطجيه ما باغينش باش الامور تمشي في سلاسه. شنو الاضافه اللي بغيت تضيفها؟ فاطمه كان عندنا في الفائض اللي فات مليار و200 جينا من الاقتراحات اللي اقترحنا من مجلس الفايت لا هذا ديالو هو ديالو هو مليار و200 مليار و200 اقترحنا عليه هذا عبد ربي اقترحت عليه والاخوان مليار و200 اخويا راه نديروا الربط الفردي لهاد الناس ديال الهراويين هذاك المليار ونص دابا اللي كاينه نديروا الربط الفردي لهاد الناس لانه ما يمكنش يبقاو يشربوا من الابار ولا بار ملوته وداك الشيء. وهو شنو دار مشى دوز الاتفاقيات حنا ما عندناش ما نعطوا في الاتفاقيات واش انا مخصص نعطي الاتفاقيات لاله فاطمه الزهراء اتفاقيات مع من؟ الاتفاقيات ديال في المجلس كاينين شي مشاريع هنا كدايرينهم كيعطي هذا 200 هذه هنا لسيدي حجاج هذه لتطمليل هذه دار اتفاقيات وشراكه مع مع جماعات اخرى وراه قال لك لا راه قال لك الصداقه اللي كانت ديزا في دارك راه كتحرم على الجامع هي صداقه في المقربين صداقه فينا حنا اللي خاصنا صداقه باش نعطوها للمقربين ديال الدار هي الاولى بالنسبه للمقررات صوتنا على واحد العدد كبير ديال المقررات حتى واحد فيهم ما خرج الحيز الوجود الاخت فاطمه تعرفي احنا اش عندنا هنا في المنطقه عندنا دار المسنين دار الميمه دار السل هذيك والله سمعتي اش قال لك خاصنا حبس كمل كاين واحد سميتو غادي يكون واحد المركز ديال الادمان دار المسنين كنحييو دوك الناس هذوك الناس بعداك دار المسنين والله الا برافو عليهم خدامين ولكن راه معمرو كيعاونهم شي حاجه ما والو ما تيعاونهم حتى شي حاجه كيعاونهم والو هذوك راه نمشيو تنازرو دوك الناس
تنمشيو عندهم. تحية للدكتورة نعيمة حسني، للمية ولا الأخت الرغاية ولا الناس كينقيو دوك الناس ومكلينهم ومشربينهم وشادينهم. بعدا كاين على ساكن على الزنقة، لا إله إلا الله، حنا شفنا واحد ريبورتاج الدار المهمة، بعدا على الأقل تلقاو دوك الناس شادين الصف ويعطيهم ياكلوا ويعطيهم يشربوا. سبيل الله سبيل الله سبيل الله. هو أشنو دار؟ ما دار حتى شي حاجة أختي فاطمة، والله ما دار شي حاجة بيدي. راه عيب وعار ملي تنجيو تلقاو الصف ديال النساء واقفين على قبل باش يديو الفطور في رمضان. اختي فاطمة والله لا عيب وعار. راه تتوصلي الصوت ديالك الله يرضي عليك، وحنا راه حنا جند مجند وراء الإعلام بصراحة، لأنه تيوصل الكلام ديالنا. وحنا تحت ديك المظلة ديال سيدنا الله ينصرو، راه لولا ديك المظلة اختي فاطمة الزهراء راه داكشي غتشوفي العجب غادي يوقع لينا حنا في هذه البلاد صراحه. ولكن المظله ديال داك الرجل الخادم ديال هذه البلاد سيدنا الله ينصرو، الله يحفظه، الله يطولنا في عمره، الله يشافيه. ولولا هو انا تنقولها، لولا هو والناس اللي دايرين به والناس اللي خدامين معاه في الخفاء، لكنا كان غادي يوقع لنا اللي ما عمرك شتيه حنا، لا انت ولا انا ولا حماد. تماما ولا نقولك صراحه تماما. التوجهات ديالو الساميه بالنسبه للترشيد ديال المياه، سيدنا حنا معاه، راه ماشي حنا مع سيدنا، حنا راه ما عندناش الماء سيدنا، حنا ما عندناش الماء بتاتا، ما عندناش. انا تيمشي يدير لي صفقه فيها البون بيت، لا جانا البون بيت. حنا ملي جينا للمجلس السابق ولا هذا تنقول ليه ديروا لنا الربط للماء، ديروا لنا الربط باش غطلع بها التراب وزيدوا الحاجه. اختي اختي هذه بالنسبه لهذا الجهه ما صاباش. شوفي بالنسبه لهذه الجهه ديال الهرويين القديمه، اما جديده راه جديده وهي قد قدامت. واش هاد الجديده هما ما عندهمش الماء؟ ونقول لك والحفار يشتي الشوارع والله تدفني فيها واحد الواقف. واش هاد هاد لي زابارتمون اه واش هادو ما عندهمش الماء؟ عندهم الماء وعندهم الرب، ولكن هذا ما عندوش علاقه. هذا راه المقاول هو تيجيب ديك الشركه اللي كدير لي لاسينيسمون وهما تيديروا لي الماء بوحديتهم. لا نضيفك، لا نضيفك الاخت على قضيه الماء، وراه الساحه تنعرفها الدواور. دابا راه مريح حتى كنغزز التراب فراسك اختي. الدواور كلهم الجماعه ما كتجيبش من الماء، السيتيرنات اللي كيجوا من العماله ديال المجلس الاقليمي وديال العماله اللي في السيتيرنات، يوميا السيتيرنات ديال العماله كتفرقوا على الدواور ديال الهراويين. كل ما العماله الناس غتموت بالعطش وتهز بوديزاتها وتشد الشارع. راه خصك تعرفي هو ما مسوقهمش في الماء، ما مسوقهمش هذا الرئيس، شربوا الماء ولا ما يشربوا؟ كل ما احنا العماله جات السيتيرنا بالفعل. هو كيشرب، هو كيشرب من العماله. لا كل بس كل بس السيد العامل التعليمات ديالو في الماء كيشرب الماء المعدني، كيشرب الماء المعدني اللي كيتباع في القراعي الزجاجيه. قال لي والله العظيم مرض هذا دختي يخرج من الداخل، قال لي هذا راه ماشي ما واحد عطاو سيدي عليه، قال لي هذا راه ماشي ما، يعني حيت الماء ماشي الماء، راه ماشي ما هذا تيضحكوا بها هكا حيت يشرب الماء ديال سيدي علي. شكرا اختي فاطمه الزهراء. مرحبا. بالاضافه الى الكلام اللي قالوا الاخوان، السيد العام نشكر من هذا المنبر، دار واحد السياسه استباقيه في شهر خمسه وخرج سيتيرنات خمسه ديال السيتار على الصعيد الاقليمي ومن ضمنهم الجماعات الهرويين. هاد لي سيتار وجابوا هذوك اللي سميتو هذوك لي سيتيرنات سهريج لا سميتو، باش كيحطوا الناس باش يحطهم قدام الديور ديال الناس، والناس كيجوا مساكن كيشدوا النوبه باش كيعمروا الماء. هاد السياسه دار السيد العام مشكور، ولكن هاد رئيس الجماعه ما واكبش هاد العمليه هذه ونتحداه نتحداه اليوم. انا عندي خمسة نورمالمون غير بروفيزوار على مدى الربط فوالا، نتحداه اليوم يعرف الوضع اللي كاين فيه الناس. انا عندي اليوم 15 ابل الناس ما عندهمش الماء، واتصل بالسيد ديال التعاون الوطني مشكور ووعدني باش يجيب خمسه ديال 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 السيتيرنات ويجيب لنا كامي واخر متنقب باش يعمر الناس الماء. نتحدى الرئيس يعرف هذا الناس ديال بوشويرب والشياضمه والخلقه. بالاضافه الى كان لا بوشويرب مشينا عندهم حنايا مرارا وتكرارا ما عندهمش الماء، الشياضمه وبوشويرب والخلقه. بالاضافه الى كانوا الشعوان كانوا دوك لي فونتين، ودار هو واحد العساس كيدير استخلاص ديال الماء، الناس ديال اللي كيتسالوا في هذوك لي فونتين 20000 درهم. هذاك سميتو هذاك السيزوني ضربها لجيبو وجاب لالي ديك خداو الكونتور ديالهم. الناس ما عندهمش، الناس ما عندهمش اليوم الماء. عندي 15 ابيل هذا الصباح. اذا نذوق ناقوس الخطر، ماشي على ندره المياه، ماشي على ان الناس ما لاقينش ما يشربوا في بعض المناطق كيتقطع عليهم الماء، ولكن نذوق ناقوس الخطر ان بعض المناطق في مدينه الدار البيضاء ما فيهاش الماء منذ زمن بعيد. ندق ناقوس الخطر ونتساءل من أين السيد رئيس جماعة الهرويين بكل هذه السيارات الفارهة، بنتلي، مازيراتي، رانج روفر ومرسيدس،
منين جاوا الفلوس باش يكونوا عنده جميع هاد السيارات الفاريه. وانا تساءل ايضا فين تتخسر 10000 درهم ديال الغازوال كل نهار مع العلم ان التراكس ما خدامه والشاحنات كل معطل. شحال من سياره ديال الاموات عندكم؟ راه عندنا دابا راه لحقنا اربعه، وحده ديال الاموات واخرين ديال الاحياء. ديال الاحياء ما كيركبوا فيهم لا الاموات لا والو، لا اموات لا احياء. والله الا الاموات لا الاحياء. راه عيب وعار ان جماعه اللي هي حضار، هذه ماشي قرويه، هذه جماعه حضاريه، راه ما بقاتش قرويه، كانت قرويه. راه عيب وعار ان الجماعه ما تكونش موفره للسكان مدارس، مستوصفات، مستشفى، مرافق عموميه ترفيهيه للوليدات. راه كل 31 عضو، 31 عضو عباد الله، راه خاص كل عضو يرجع الدوار ديالو بحال في شي مدينه اوروبيه، بحال شي مدينه سياحيه، يوفر للوليدات لا بيسين، يوفر للمرافق العموميه، يوفر للمستشفى، يوفر لهم السيارات اللي يوصلوا. واش عباد الله الناس، علاش اختي؟ علاش اختي فين كاين المشكل؟ علاش بقاو ليهم على بيسين؟ ما بقى ليهم على بيسين وبقى ليهم عم يشربوا. من حقهم اليوم ان الاطفال تكون عندهم هاد المرافق هادو العموميه والترفيهيه. من حق اليوم اي مواطن مغربي ان يتوفر على الماء والكهرباء. عيب ندويو عليهم في 2024. اليوم رانا نتكلم على اربع شهور قطع لي الضوء في السيكتور ديالي، انا عضو معاه. هو اللي قال لي قطع لك الماء والضوء. قطع لي الضوء اربع شهور على السيكتور ديالي اللي كنسكن فيه، باش هو عنده حسابات سياسيه باغي زعما الدائره اللي انا فيها باش ما يصوتوش عليا ولا ما فهمتش شنو بغا يدير. قطع لي الضوء اربع شهور من قبل من عيد الاضحى. وفعلا فعلا هذا الرئيس يجب ان يرحل، ماشي هذا الرئيس فقط ولكن جميع الرؤساء ديال المقاطعات وديال الجماعات اللي على هذه الشكيله واللي ما كيأديوش العمل ديالهم بكل ضمير وبكل مسؤوليه وبكل نزاهه خاصهم يرحلوا. لان الحمد لله اليوم سيدنا راه غادي بواحد السياسه اللي هي رشيده وحكيمه من اجل اننا نديو قطر التنميه لقدام. فما يمكنش اننا نلقى واحد الناس باغيين احنا ما عمرنا غنجروا اللور. مادام كاين سيدنا الله ينصرو ويطول لنا في عمره عمرنا ما غنزيدوا اللور. ولكن بحال هاد الناس خاصهم يمشيو في حالهم. يا اما ان تكون مواطنا مغربيا او لا تكون. راه عيب وعار انك تكون رئيس جماعه من الاعيان ديال هاد المنطقه وكتلعب في الملاير وما عندكش عباد الله حتى عيب وعار اننا نشوفوا هاد الترابات وهاد الحاله. المواطن اللي بغى يدخل غير الجماعه خصو يغسل رجليه من يخرج من يدخل. شكون اللي غيحاسب هاد السيد؟ شكون اللي غيقول له فينا 10000 درهم في النهار ديال الغازوال؟ اش كدير بها؟ شكون اللي غيقول له فينا ما الفلوس ديال هاد الطريق اللي درتيها انتيا هو مشروع جا لهاد الدوار وحولتيه لهاد الدوار بأي حق؟ بأي حق السيد الرئيس اللي ما كتجيش الجماعة وما كيشوفوكش المواطنين؟ بأي حق؟ اليوم نطالب فعلا بأن المسؤولية تكون مقرونة بالمحاسبة كما كيقولها سيدنا الله ينصرو جميع الخطابات. مشاهدينا الكرام، اللائحة ديال هاد الخروقات لا زالت طويلة واكيد اننا غنتبعوا معكم. وكيف ما قلت لكم اليوم في منطقه مولاي رشيد راه كاين رئيس على هاد الشكيله، ها هو رئيس اخر وعده رؤساء. غنختم معكم ونعاودوا نرجعوا لكم بات اخر باذن الله.